بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لما يورجن كلوب اتسال في المؤتمر الصحفي بتاع ماتش ليفربول واتلتيكو مدريد حوالين ان سيميوني ما سلمش عليك وسيميوني دخل اوضه اللبس بدري، يورجن كلوب رد عليهم بكل تسامح، قال لهم اول مره اعرف ان سيميوني ما بيسلمش على المديرين الفنيين بعد المباراه، دي حاجه اول مره اعرفها. انا ما اعرفش سيميوني على المستوى الشخصي، لكني بحترمه جدا وبحترم اللي بيقدمه مع اتلتيكو مدريد. بصراحه قلت التسامح والكلام الحلو ده مش بتاعك يا عم كلوب، شكلك كده محضر له مقلب جوه المباراه وشكلك تدي على عينيه في الانفيلد وتطلعه بسكور. بصراحه كنت متوقع كده، بس بعد الدقيقه 36 وبعد الطرد اللي اتعرض ليه فيليبي حسيت ان الفريق فعلا قلب على التسامح والمحبه اللي عند يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي، اللي هو يا جماعه اتلتيكو مدريد مطلوب منه لاعب يلا بقى نسجل. بصراحه راح بعديها محمد صلاح انفراد بس يان اوبلاك صده، بس بعد الانفراد ده لقيت ان الموضوع بدا يهدى، الريتم بدا يهدى، الايقاع بدا يهدى، الشوط الثاني خلاص بقى شدنا اللحاف، خلاص الماتش خلص والدنيا خلاص خلصت وانتهت وكل واحد رضي. حتى لما سواريز سجل جون اتلغى، الفار قال لك اوفسايد على خيمينيز، اللي هو خلاص يا سيميوني الكره مش حاطط لك البلف ده، الكره بتقول لك يلا لم الرجاله ونخلص على كده. وفعلا سيميوني راح بعديها على طول راح لامم الدنيا وراح مقرر ان هو احنا هنقعد بقى في نص ملعبنا ومش عايزين ثالث ولا رابع وخلاص كده كده الحمد لله. النتيجه حوالينا ميلان متعادل هو وبورتو، ودلوقتي ميلان نزل تحت خالص في الجدول، ومفترض ان انا وبورتو نقعد نفس مع بعض. يعني سيميوني رغم ان هو اتغلب رايح جاي بس لسه جوه اللعبه ولسه مرشح بقوه ان هو يصعد للدور الثاني. بس بصراحه يعني مش عارف بصراحه سيميوني هيلاقيها منين ولا منين. يعني الماتش اللي فات ما سلمش على كلوب عشان خاطر يجري ورا هرموسو، النهارده فيليبي خسران 2-0 ومرفوع عليك عرضيه ومفترض ان انت وكيرين تريبيرتوار يخش جوتا يحطها من وسطيهم وعادي، الموضوع سهل جدا وبسيط، ونلبس الهدف الثاني وساديو ماني يجي من بعيد ويخش الست يارده ويستلم العرضيه من ترند ويحطها وعادي والحياه حلوه. تسكت بقى على كده؟ لا، تعمل فاول غشيم على ساديو ماني، الحكم يجي يديك انذار يقول لك تعالى 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 الثالثه خد تعالى طرد، يلا يلا اطلع بره الملعب يلا. اللي هو يا جماعه الكره ما تستاهلش، الكره اساسا مش تدخل قوي جدا لدرجه الطرد، طب هو الفار فين؟ الحكم عطاها عدم احترام وتقدير لي، فدي حاجه بعيده عن الفار خالص. هو الراجل كان مقرر ان هو هيديله انذار نتيجه للتدخل اللي هو عمله مع ساديو ماني في اللعبه، هو دلوقتي ما احترمش الحكم لما بيقول له تعالى 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 الثالثه تعالى بره. دي حاجه ما فيهاش فار خالص ولا فيها اي حاجه. بس بصراحه بعديها خلاص توقعت ان الماتش انتهى، بس ما توقعتش ان السيد يورجن كلوب اول ما يفكر ينزل فيرمينو من على الدكه فيرمينو يلعب ثلث ساعه وتعور، اللي هو ورانا ديفر كوريجي اللي هو اوريجي هينزل يا جماعه، ده غير اساسا ان احنا يعني شامبو بقى عمل ماتش كويس بصراحه. يعني بصوا مفيش حد من ليفربول ما عملش ماتش كويس، لان النهارده اتلتيكو مدريد ما كانش جوه المباراه، اتلتيكو مدريد نزل لبس له الجونين اول ربع ساعه، بعد كده لسه هنخش في الجيم لقينا اللعيب بتاعنا اتطرد اللي هو فيليبي، فخلاص الماتش خلصان بدري بدري. بصراحه الحاجه الوحيده اللي زعلت عليها ان ابو صلاح ما سجلش النهارده، لان زي ما قلت لك لعيبه ليفربول كان عندهم تسامح وقدروا ان هم يخلصوا المباراه بدري بدري 2-0، بس رغم كده كان ممكن يعني يدوسوا شويه على اتلتيكو مدريد ويدوسوا على وشهم ويعملوا سكور، بس اللعيبه كان عندهم تسامح وكان عندهم اللي هو خلاص كسبنا 2 بقى نلمها وخلاص، الماتش اللي فات عملناه اثاره ومتعه وكان جمال وكده، خلاص خلاص وراكم كل حاجه الماتش اللي فات، الماتش ده خلصناه بدري بدري. وبص يا عزيزي، بما ان لعيبه ليفربول خلصت بدري بدري وكان عندهم تسامح ومحبه، فانت مش هتخسر اي حاجه لو كان عندك تسامح ومحبه وعملت لايك او سبسكرايب للفيديو، ولو ما عجبكش فعادي اعتبر ان انت اتفرجت على الشوط الثاني العقيم النهارده قدام ليفربول واتلتيكو مدريد اللي كان 45 دقيقه، ما جاتش على الثلاث اربع دقايق بتاع اخوك.